25 على 5 هو اي ترى خمسة في الخمسة فيها الواحد. 6 على 3 ها الفلوس. وما ادراك ما الفلوس؟ البزنس يا جماعة الخير حاجة يعني ترعرعت ونشأت عليها من المدرسة. نعم تحسب انه علموني اياها في المدرسة عن طريق المناهج الدراسية؟ لا، كان عندنا بعض الطرق الغير شرعية اللي كنا بنطلع منها فلوس. يا صح ان الطرق غير شرعية بس اتليست علمتنا كيف نبدأ حياتنا. ما علمتنا كيف راح نرتب الغرفة. وشلي على الانترو بالله، حط الانترو اللي يقول انا عارف اني ماشي صح. لو ما تشوف من 2012 سردية ناجح في اليوتيوب. انت اللي هنا لسه ما تبعتني في سناب شات؟ ما يدري يا جماعة، ما يدري ان انا الان مسافر وقاعد افل امه واصور سنابات. صور الشاشة دحين، يلا يلا قدامي يلا. لو تقول ما تقول بتكون مطول، معقول بكون مكروه بالنسبة لك بس ماني لك مسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة عندنا درس عن لعبة برول ستارز. ما هي لعبة برول ستارز؟ واحدة من الألعاب. لعبة حرب الطفش. تلعب مع أصحابك. أيوة الإجابات النموذج. أيوة كده بالصبح. كم سعر اللعبة بالدولار؟ دولارين؟ 5 دولار. خلاص يا أستاذ 3 دولار. جميلة منك. اللعبة مجانية. حسبي الله ونعم الوكيل. نشوف السؤال اللي ما هي آخر تحديثات اللعبة؟ أديتكم السؤال ده في الواجب من يومين، ها؟ ولا حاجة؟ قرف ده. مش قلنا نزل سيزون جديد؟ ملابس جديد؟ شخصيات جديدة؟ مش قلنا حتقدر تصمم خرائط ومبات حسب يا... السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ محمد، أنت الطالب الجديد؟ تفضل. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، مبدئين كذا لما نغير البطل هذا النهاية المرة الأخيرة ما كانت سعيدة. تعال يا الملاكم. ايوه يا الملاكم. ايوه شل المواجهة الحاسمة. المواجهة الحاسمة لعبات يا جماعة الخير. يا رب انتصر في الجيم ده يا رب. بسم الله. ايوه الملاكم من أول محاولة كذا واضح، من بعيد لبعيد حاكوا الهواء، من قريب لقريب لعباتي فأنا الناس. ايوه تعال ده. لا 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 مش من بعيد. بسم الله. فين طلع الرمة؟ فين طلع الرمة؟ دمي اه من فين طلع؟ لو اللي تحت مو موجود ايزي كانت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم المحاوله الثانيه. عبد اه شفتك. تبكي والله جلدوني والله جلدوني. بتقرب يلا حياك. امزح والله امزح. انحشرت. والله يقهر من بعيد يقهر. اتدرب واجيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عمر من قناه ماكس اتش دي وفيد يا حبيبي. اليوم عندنا حلقه طفوله عمر، واخيرا طفوله عمر. من زمان عن طفولة عمر، من زمان عن قصص المدرسة، من زمان عن أعياد الطفولة. يعني يوميات عمر ممتعة مسلية، بس أغلاط الطفولة غير أغلاط وانت كبير. وانت صغير ما حد يحاسبك، وانت كبير العيون كلها عليك. قبل ما نخش في المقطع خلونا نشوف حماسكم يا جماعة الخير، خلونا نشوف مدى اشتياقكم لطفولة عمر. شوف كم لايك هتوصل على هذا الفيديو. نوصل 100,000 150 200,000. نوصل المقطع هذا 200,000 لايك، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وخلونا نخش في القصة. وربي مرة متحمس. اليوم عندنا أكثر من قصة، قصة مركبة عنوانها التجارات الغير شرعية، والهدف منها الوصول إلى الحرب العظمى، الحرب العالمية الأولى. الثانية أخطر من الثانية، الثالثة لسه ما جات بس أنا متأكد إنها حتكون أخطر منها. حرب ولدت عداد وفيات بالملايين، ولدت خسائر تقدر بالمليارات، اقتصاد دول انهار في هذه الحرب. بس قبل ما نروح لهذه الحرب نبدأ قصتنا بالتجارة البسيطة اللي ابتدت كل حاجة. في الابتدائي أنا وعيال فصلي كان عندنا تجارة. التجارة هذه كانت مرة كيوت مرة نايس. إيش كنا نسوي؟ كنا ننزل أبو ريالين ومحلات دي مهجة بهجة مدري، ونشتري استيكرات. صفحة قد كذا مليانة استيكرات بريالين بس. كنا نجيب الصفحة هذه ويا سلام لما تكون نادرة، ونبدأ نبيع في المدرسة ريالين 5 على حسب الحجم وعلى حسب ندرة الاستيكرات اللي عندك. وإذا أنت تاجر شاطر ما تستبدل بالفلوس بس، تروح تستبدل بالنوع. تجيب حبتين صغار من اللي عندك، تأخذ حبة كبيرة من اللي عند صاحبك، تبيع الحبة الكبيرة الحال. بزنس ترى عميق جدا. أندر استيكرات كانت موجودة، كانت استيكرات سبونج بوب.
الاول اللي عنده استيكرات سبونج بوب هذا يعيش ملك. ولا استيكرات بنتين، كان عندي استيكر بنتين نادر حجمه قد كذا، قد صفحه الملف، كنا نجيب ملف نلصق فيه الاستيكرات. هذا الاستيكر عشان تستبدله معايا عزيزي لازم تعطيني صفحه كامله مليانه استيكرات صغيره عندك، يمكن 10 20 حبه مقابل حبه واحده كبيره نادره. هذه التجاره كانت كيوت يا جماعه، ما تعتبر يعني تجاره بس هي كانت البدايه للنهايه. سبحان الله يقول لك الفلوس تغير الانسان. فعلا انا اقول لكم كيف الفلوس بدت تغيرنا، بدنا ناخذ من الاستيكرات ريالين 3 5 ما ادري، الين بدا الموضوع يتطور. يوم من الايام افتكر انا جبت عندي الاباجورات الكور الصغيره هذه اللي تلعب في الارض، كنت اجيب الكيس اشتريه ب 3 ريال ابيع الاباجوره الواحده بخمسه. صراحه مو بخمسه، هي مره واحده صدفت بعتها بخمسه، كان في واحد ما يعرف اسعار السوق واخذها مني، بس كنت ابيع بحبه بريال بريالين، وكان يجيني في الكيس يمكن 15 حبه، فالكيس الواحد كان يدخل لي ذهب، دخل لي ذهب. شويه شويه تطور الموضوع، كان في شيبس البطل هذا المعروف، شيبس البطل قرروا يسووا حمله اعلانيه عشان يخلوا البذوره اللي زينا يشتروا، فكانوا يحطوا لعبه جوه الكيس، وكان انت وحظك، يعني ممكن تفتح كيس تلاقي فيه لعبه، تفتح كيس ثاني ما تلاقي فيه لعبه، فكنا نروح البقاله نشتري كيسين ثلاثه اربعه مو عشان البطاطس، عشان ان شاء الله يجينا لعبه فيها، كنا نروح ناخذ الالعاب هذه نلعب فيها في المدرسه. والله افتكر يا جماعه الخير انا في مره ممكن اشتريت 20 كيس البطل، الله يسامحني، ما اشتريتهم عشان اكلهم، كنت افتح اشوف في لعبه ارمي، افتح استغفر الله، والله مره شفتوا كيف الموضوع كان هوس. افتكر من 20 كيس طلعت لي ثلاثه من اربع حبات بس، والله خساره. والموضوع كان مو بس بزنس، كان حتى منافسه قمار اتوقع، والله ما ادري حلال ولا حرام كنا نسويه ما ادري، بس المهم كلام هذا صار بصف سادس مدول متوسط، كنا نجيب اللعبه هذه الدوائر اللي جوه كيس البطل كنا نبيعها، في بعض الدوائر كانت مره نادره ما حد يحصلها فكان سعرها مره غالي، ومو بس كنا نبيعها، الموضوع مو كان مقتصر على كذا وبس، كنا نروح المدرسه ونقعد نتحدى بعض، لو انا فزت عليك اعطيني حقتك، لو انت فزت علي اعطيك حقتي، احيانا تكون تلعب مع واحد دائره حقتك مره قويه بس تخسر الدائره هذه، والدائره هذه لازم تسلمها لضدك، فكنت انا لما اخسر الدائره حقتي في اللعبه كان اللي قدامي يجي ياخذها مني، كنت اقول له طب اسمع نلعب مره ثانيه على امل انه يلعب مره ثانيه افوز عليه اقوم ارجعها، يقول لي ما ابغى العب معك خلاص ابطل اليوم الحق الدائره. فهنا اخترعنا نظام جديد، اخترعنا قانون الدبل اور نثينج، اسمع نلعب مره ثانيه، يقول لي لا، اقول له طيب اسمع لو فزت علي مره ثانيه ما هعطيك واحد هعطيك ثلاثه، بس لو فزت عليك ترجع حقي. كيف في معظم الحالات كانت تشتغل، في معظم الحالات خصوصا اذا كان معك كرت نادر الموضوع يستحق التضحيه، يا عمي خذ كروتي كلها الدوائر حقتك كلها بس جيب حقي لو فزت علي فيه. من كثر ما نحن ادمنا التجاره هذه كانت المدرسه كلها مشتركه في الموضوع، مو بس فصل المدرسة كلها عندها دوائر ذي بلاستيكات، وكله يلعب وكله يتحدى وكله يبيع، بزنس خرافي. وشركة الشيبس دي والله انها فازت مرباح مبيعات، احنا زي الهبل نشتري 20 كيس كنا، الين جاء هذاك اليوم اللي يا الله هذاك كان يوم الكمين، يوم الكبشة الجماعية، إدارة المدرسة قررت تسوي تفتيش جماعي وتنفض المدرسة لأنه مو طبيعي اللي قاعد يحصل، كنا في نص الكلاسات نقول نلعب ونتحدى، في الفسحة ما كنا نفطر كنا نروح نتحدى، حصة البدنية طوز في الكورة، لا الكورة لا الكورة لا الكورة لا قصة الكورة كنا نلتزم فيها، أي حصة ثانية نقول نلعب. فالمدرسة سوت تفتيش جماعي، والله يا جماعة الخير الحبة كان حجمها تقريبا قد كذا، قد حبة كذا صغيرة، والله إنه مجمعوا قد كذا، لموا كل حاجة المدرسة كاملة، البزنس حقنا كله أنهار، كله أنهار، وصرنا نترجى المدرسة، بليز رجعوا لنا يا هذا تعبت عرق جبيننا الترم كامل. بس أعرف ناس والله أعلم يمكن عندهم 20 30 كرت قد كذا كلها راحت مع التفتيش، البزنس حقهم أنهار، إلين دحين هم يشحتوا ما عندهم فلوس، لأنه البزنس حقهم أنهار من الطفولة. هذا كله كوم، إلين هنا كل شيء كان حبي، صح كان في روح المنافسة، روح التجارة، بس كله حبي ما كان في زعل. الموضوع بدأ يتطور ويتحول لتجارة أسلحة نارية من العيار الثقيل، من عيار الام بي 5، من عيار الاي كي 47، بس طبعا ما كان أسلحة حقيقية، كنا نروح نشتري مسدسات اللي كان فيها خرز صغير ونبيعها في المدرسة، كنا نجيبها في المدرسة، كان في سوق سوداء في المدرسة، اوه السوق السوداء حق المدرسة ليلاته طويلة، أسلحة، دخان، جوالات، كله موجود في السوق السوداء، استغفر الله. طبعا تجارة الأسلحة ما استمرت فترة طويلة لأنه كان السلاح يعني كنا نجيب المسدس الخرز كان حجمه كبير، كان يرى بالعين المجرد، كان المدرسين يشوفوه يسحبوه مننا، فالتجارة كانت خسرانة تماما، إلين اكتشفنا تجارة أسلحة غير شرعية تقدر تمشي في المدرسة كذا، ولا أحد كان يقدر يفضلها. التجارة هذه سبب خراب بيوت، التجارة هذه سبب انهيار اقتصادات، التجارة هذه سبب ملايين الوفيات، التجارة هذه بدأت واحد من أعظم الحروب في العالم،
حرب المطاطات. نعم كانت تجارة المطاط. كنا نجيب معانا مطاط في المدرسة ونقعد نلسع بعض فيه وما ادري ايه، وبعدين نقعد نبيعه، يلا المطاط بريالين الحبة خذ، واقعد لسع اصحابك. كان الموضوع كذا في البداية حبي، مقالب اختي مقلب صاحبك وما ادري ايش، لان الموضوع تحول حرب. الموضوع تحول لحرب. يوم يومين بدا يتوسع الموضوع وكل احد صار عنده سلاحه الخاص. بدت تتشكل قوات تحالفيه جنديه عسكريه. الفصل حقنا انقسم نصين، قوات الساحل الشرقي في الجهه الشرقيه من الفصل وقوات الساحل الغربي في الجهه الغربيه. انا كنت في القوات الغربيه. كنا نمزح مع بعض نضحك ألسعك تلسعني يا تعور ابلع. الموضوع صار حرب. قوات الساحل الغربي بقيادة عمر زرادية ضد قوات الساحل الشرقي بقيادة عباس. مع بداية الحرب اليوم الأول الثاني بدنا نلاحظ أنه عندنا مشكلة، أنه الذخيرة بدت تنفذ مننا، مش الذخيرة الورق، الذخيرة اللي هي المطاطات كانت تتقطع علينا. لين قوات الساحل الشرقي سووا حركة نحن ما كنا نتوقعها. جو اليوم الثاني معاهم كرتون مطاطات، كمية ذخيرة لا نهائية، عشرات بالمئات المطاطات. كل ما يخرب مطاطاتهم يجيبوا واحد جديد ويعن حقنا خلص. فعملت اجتماع سري مع قوات الساحل الغربي، واليوم الثاني ما جبنا لهم كرتون مطاط، جينا بكرتونين نرد الصاع بصاعين. ما نخسر هذه الحرب أبدا. الحرب كانت قاسية جدا، استمرت لعدة أيام. كنا نقعد ننتظر نهاية الكلاس، كان جرس نهاية الحصة بداية الحرب. بمجرد ما يدق الجرس يطلع المدرس من الباب. بسم الله بوف 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 هلسي. في البداية كان الموضوع مقنن بقوانين وشروط، ممنوع إصابة المراكز الحساسة، ممنوع إصابة الوجه، ممنوع القذف في مواعيد يعني وسط الكلاسات، لازم في مواعيد معينة من الساعة المدرية، هذه مواعيد الحرب بس. إلين الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، صار الموضوع حتى وقت الفصل بمجرد ما الأستاذ يلف ظهره ويقعد يكتب في السبورة في حرب طاحنة قاعدة تصير وراه. فلما تجيلك مسألة زي المسألة دي ما تروحش تكلم الأستاذ، يا أستاذ أنا مش عارف هذا السؤال، الموضوع بسيط ركز معايا، واخد بالك؟ بتبص في المسألة كأنك بتلعب لعبة بلاي ستيشن، بتبص في المسألة 25 على 5 هو اي ترى حرب؟ 5 في 5 فيها الواحد، 6 على 3 ها ها على 3 فيها الواحد، على 6 فيها الاثنين، وكل ما تمشي اخبط طخ 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 حيطلع لك الناتج على نخش في اللي بعدها. الحرب بدت تشتد، الامور بدت تخرج عن السيطره، صار في حقد بين الساحل الغربي والساحل الشرقي، حرب طاحنه، دم للركب، تلسيع في اماكن حساسه ما عندك مشكله، بالعكس يستحسن عشان تنهك الخصم. الحرب خرجت عن السيطره الين حصل الاجتماع السري بيني وبين عباس قائد القوات الشرقيه. اجتمعت معاه قعدت اقول له اسمع الحرب بدت تخرج عن السيطره، نحن عيال فصل واحد لازم نوقف مع بعض مش ضد بعض، لا تفرقنا الحرب والتجاره والبزنس لا يفرقنا، نحن طلاب فريق واحد، عدونا هم المعلمين فقط، نحن مع بعض المفروض. اي والله صدقت يا عمر. وبكذا نكون اعلنا الهدنه، وقفت بكل شجاعه قلت اعزائي الطلاب اليوم راح نوقف الحرب مؤقتا وراح نعلن الحرب على المعلمين اللي هم سبب تعبنا، المعلمين صاروا يدونا واجبات كثير، اختبارات صعبه. وهنا كانت احلى ايام الحياه لما انقلبت الحرب بين الطلاب والمعلم. لا حد يسوي زي كذا، والله غلط، والله استغفر الله، احترام المعلم كان منتهي عندنا زمان. قال المدرس لما يشرح في السبوره يقعد يكتب احنا سمعت. في البدايه كنا نضرب على السبوره فكان الاستاذ ينفجر، بعدين شوي شوي في طلاب بدوا يتمادوا، في طلاب صاروا يرفعوا على المعلمين، المعلمين صاروا يلفوا مين ده يا ولد؟ استغفر الله وجهك، ونحن كلنا كذا فعلا. واستمرينا على الشغب هذا كم يوم. إدارة المدرسة عملت مؤامرة علينا، قالت إلى هنا وستوب، الطلاب هذول استهزؤوا فينا، وقفت لنا الإدارة وقفة حازمة وقالت إلى هنا وبس، وعملوا تفتيش جماعي على الفصل وطلعوا كمية مطاطات بالهبل. تحس بالموضوع وقف على كذا؟ لا، أعلنوا رسميا إلغاء حصة البدنية على فصلنا ثاني باء، رسميا ما في بدنية، وهذه ضربة قاضية. الضربة هذه أعلنت انتهاء حرب المطاطات اللي استمرت لأسابيع.
حرمنا من حصة وحصتين إلين أنا وعباس بحكم إن إحنا قائدين. رحنا للمدير قلنا له اسمع أستاذي فاضل نحنا نعتذر وما أدري إيه. قال المدير أنا بابس لحقكم أنتوا تعوروا بعض. إحنا قلنا له صح صح إحنا كنا نعور بعض بس تكب خير نطلع بدنية. قال خلاص سامحتكم وصرنا نرجع نلعب بدنية وطبطنك طبطنك. بس خلاص حرمنا والله لا حد يقرب لنا من الحصة بدأ ما عاد في حرب مطاطات. وبس والله يا جماعة الخير كذا كنا انتهينا من مقطعنا اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. قصتي مع حرب المطاطات، قصتي مع التجارات غير شرعية في المدرسة، وقصتي مع الشغب والمشاكل. سووا لايك على هذا الفيديو، تابعوني في حسابي في الانستغرام اللي طالع قدامكم الان في الشاشة، وبس نشوفكم في قصة جاية في الايام الجاية. كان معكم عمر من قناة ماكس دي، نشوفكم على خير، السلام عليكم. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية على تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة وإذا ما اشترك